فاتنة الجمال هي محمية دكسم الطبيعية وجوهرة أرخبيل سقطرى الخلابة، حيث تشكل منذ القدم وجهة للزائرين إلى محافظة سقطرى التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية الكونية، وتتميز بتنوع الحيوي وفن العادات والتقاليد ولغتها وتركيبتها السكانية المتنوعة. طبعا دكسم من ضمن المحميات الطبيعية في جزيرة سقطرى التي تمتاز بالعديد من المناظر الخلابة والطيور والأشجار النادرة مثل شجرة دم الأهوين، وأيضا تفتكر إلى العديد من أو الإمكانيات البسيطة أو الخدمات الأساسية. تمتاز المحمية التي تبعد عن عاصمة المحافظة حديبة نحو 70 كيلومترا بطبيعتها الآخذة وأجوائها الرائعة، كما تحتوي على عدد من الحيوانات غير المفترسة، بالإضافة إلى الكثير من النباتات والأشجار والطيور النادرة كالطائر سوعده، والتي لا توجد في أماكن أخرى من العالم. تعتبر منطقة دكسم من إحدى المناطق السياحية، وذلك بتكاثر فيها شجرة دم الأخوين التي تجلب السياح من جميع أقطار العالم، وهذه الشجرة التي تتميز فيها جزيرة سقطرى منذ القدم. لكن أشهر تلك الأشجار التي تتفرد بسمعة عالمية شجرة الدم الأخوين ذات الخواص الطبية والطبيعية، حيث تنتشر في أرجاء المحمية. هذه الشجرة الأندر في العالم في لوحة جاذبة تدير دهشة الزوار. تقع محمية دكسم جنوب جزيرة سقطرى وتتميز بطقس فريد يبقى على الدوام معتدلا حتى في عز الصيف، وخصوصا في السلسلات الجبلية والمرتفعات الشاهقة، حيث يقطن عدد من السكان في محمية ذات خواص وسط طبيعة مذهلة. محمية فريدة صحيح، لكنها تفتقر إلى بعض الخدمات التي تتحول إلى واحة للزوار حتى يتسنى لهم بالاستمتاع بمناظرها الخلابة التي تجبر على كل من زارها إلى عدم نسيانها. محمود فتحي، لقناة بلقيس، سقطرى.